عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين نصمم تطبيق اي بي اس مايت، نضغط عليه ثم نضغط على الزائد، ثم نضغط هذه القناة. هنا نتحكم بالحجم، هنا العروض، هنا فهذا حجم الغلاف 2000. نضغط اوكي. هنا الطبقات، هنا نستورد الرندر او الصور، هنا بإصبعنا نتحكم بالكبرى الرندر، نضغط على فرشة، بعدين نختار الطبقة ثم نحدد الهاي لانه ما يصير زايد، بس بعدين إزالة المنطقة المحددة، ثم على هذه الطبقة نضغط استيراد، نختار C4D، يعني على الأسهم، بعدين تدوير. ثم تدوير، هاي لازم نوزعها على كل منطقة البيضاء، نمليها المنطقة، طبقة استنساخ، بعدين تدوير. بعدين مع يعني ملينا منطقة باللون أخضر أزرق، بعدين نضيف طبقة من هنا، بعدين نستورد، بعدين نجيب هذه صح الغاء، بعدين أضافة، هنا نمسح، هنا هاي ماسحة مساحة نضغط مسح، نمسح الرندر حتى يكون واضح. هنا وآخر شيء نضغط على النص، هنكتب الدرس الثاني، هنا نتحكم بلون الخط، حقوق مالتنا هسه كيف نرجع نشرح لكم شلون نضيف خط. نضغط على خط بعدين زائد، ندخل المواقع، هاي توفر كنت هنا نحفظ الصورة، وانتهى الدرس.